يقول في آية من آيات القرآن عن الشهداء ويستبشرون بالخلف فكيف تركونا خلفهم على الأرض ويشعرون بالشفقة من أجلنا لا يعلم الغيب إلا الله هم يتذكرون أيضا كيف كانت الحياة بالمنزلة الرفيعة لا يستطيعون أن يعرفوا كيف جاءوا إلى إنهم لا يعرفون أنهم استشهدوا إن جاء لهنا هم يعتقدون أنهم هم في ظروف معيشية لعل من الواب ولعل الله قاله يكون لعلهم أو له عبرة هوائي كإحدى عواصف الرياح وهو استخدمه الله في أنهم نسلوا إلى قادمين من الأرض ما أفهمه من هم يشعرون على الحياة وأنهم ولأن عالم مزدحم فهم يعتقدون بسبب ازدحام قليلين يلحق بهم من خلفهم في الحياة فهم يعتقدون بشيء من أجلنا ويريدون الحق بوقت ممكن فضلهم أن يصل هناك إنهم دون أن من الجد يلحق بهم هم يعتقدون أن هؤلاء الذين هنا عبروا عبر ذلك طريق نبي واضحة يجدون هنا أهل عالم الشهداء فيؤدون لوايا العباد شيء سلبي هناك يشعرون بأي شيء سلبي قال الله تعالى في 51 من سورة الدين خلص تجدات تلون هناك مثل سحابة إلى هناك طريق هو أعلم وربما نقدوا نسط ما الطريقة التي فهم يرون أن هذه من الله ويعتقدون أن تكون فيه هم يعتقدون أن هاجروا من أجمل لذا هم يريدون أن فهذا ما 50 من سورة ياسين بالله من الرجيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجمل يريدون 70 من سورة آل عمران فريق بما انظروا إنهم يشعرون بفرح لكن حزن في عالم الشهداء بل مستمر بالفرح ويستبشرون الحقوا بخلفهم ألا خوف فيهم ولا يحزنون الآية 70 فليس ثمة مكان للخوف والفوضى هو ولا يوجد ما يحزن بعبارة أخرى قد تتمام طاقة سلبية إذ تشبه أيضا عالمنا في الوقت الحالي كبير فهكذا حياتهم